السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض شرح وحل كتاب جيم الأضواء على منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي، الترم الأول 2025، وهتلاقوا شرح وحل الكتاب بالكامل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. ونبدأ مع بعض الوحدة الثالثة، يونت 3، How do I look؟ كيف أبدو؟ How do I look؟ بيج 102، صفحة 102. ليسون 1، الدرس الأول، Our trip، رحلتنا to الفيوم، إلى الفيوم. Listen, point and say، استمع، أشر وقل. من vocabulary، مفردات رئيسية. T-shirt، T-shirt، T-shirt. Sunglasses، Sunglasses، نظارة شمسية. Glasses لوحدها يعني نظارة عادية، لكن sunglasses نظارة شمس. Swimming shorts، swimming shorts، short سباحة. Scarf، scarf، وشاح أو كوفية. Sweater، sweater، قميص صوفي أو sweater. Sneakers، حذاء رياضي. Necklace، عقد، necklace. Pyjamas، بيجامة، بيجامز. Spotted، spotted يعني منقط. Striped، striped يعني مخطط. Suitcase، suitcase، شنطة سفر. كوت، بالطو أو معطف. كوت، جلابية، جلابية. هنا بيقول لاحظ إن حرفي التي تي في كلمة spotted بيتنقوا حرف واحد، بيتم نطقهم حرف واحد، بنقول spotted. هنا لاحظ إن حرف السي ينطق اس، طبعا السي ليه قصة كبيرة، ممكن يتنطق اس وممكن يتنطق كي وليه كمان كذا نطق. طب إمتى بنطق السي اس عادي؟ لما يجي معاه او يجي بعديه واي او اي او اي. يعني ايه يا مستر؟ يعني السي او لو جه وراه واي او اي او اي ينطق سي، زي سينما وزي نيكليس. هنا سينما السي جه معاها اي، هنا نيكليس السي جه معاها اي، يبقى سي واي اي اي ينطق اس عادي، نيكليس، غير كده ينطق كي او تش. بيج 103، صفحة 103، اكسترا فوكابلري، كلمات اضافية. طبعا الكلمات كلها مهمة ولازم تتحفظ. تريب، تريب، رحلة. اكسايتنج، اكسايتنج، مثير او شيق. ساني، ساني يعني مشمس. سان يعني شمس، ساني مشمس. كامفاتابل، مريح، كامفاتابل. يونيفورم، يونيفورم زي موحد. الفيوم، محافظة الفيوم. اكسايتد يعني متحمس او متشوق. اكسايتد. كول يعني بارد. جولد يعني ذهبي اللون او ذهب. بيرل لؤلؤ. هوليداي اجازه. لافلي يعني رائع. بول حمام سباحه. سترايبس خطوط. ناتشورال طبيعي، ناتشورال. كونجيجيشن اوف فيربس، تصريف الافعال، في ريجولار فيربس وفي الريجولار فيربس. الافعال المنتظمه دي اللي بحط لها مقطع ثابت، طب الغير منتظمه تتحفظ زي ما هي. هنا باك، باكت، هنا حطيت لها اي دي. ريمبر، ريمبرد، عشان احولها من المضارع الماضي حطيت لها اي دي. طب الغير منتظم نو، نيو، هنا الكي لا تنطق صامته، نو يعرف، نيو عرف. وير يرتدي، وور ارتدى، يبقى الغير منتظم احفظه زي ما هو. اكسبريشنز اند فريزز، تعبيرات وعبارات. اي كانت ويت، لا استطيع ان انتظر. كم اون، تعالى او يلا بينا. اون يور فيت، اون يور فيت يعني في قدميك او على قدميك. اوف كورس، بالطبع. ان ذا ايفنينجز، في اوقات المساء. وات ايلس، وماذا ايضا. فور ايجز، لأوقات أو منذ زمن طويل. walk around، يتجول. man made، من صنع الإنسان. هنا بيقول الفرق ما بين excited وكلمة exciting. كلمة excited أو الصفة اللي آخرها ED، وصف شعور، وصف شعور حد، زي I am excited، أنا متحمس. to see them too، إن أنا هشوفهم أيضا. لكن exciting الصفة لو آخرها ING، وصف تأثير، تأثير إيه عليا؟ تأثير الفيلم عليا. Our holiday، أجازتنا، تو الفيوم، is so exciting، شيقة جدا. يبقى الصفة لو آخرها إيه دي بصف شعور، بصف شعور، لكن لو آخرها أي إن جي بصف تأثير. Page 103، صفحة 103. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. I wear my نقط to protect my eyes from the sun، عشان أحمي عيوني من الشمس، يبقى sunglasses، بلبس نظارة الشمس. I put on my blue نقط when I go to bed، لما بنام بلبس blue pajamas، البيجامة اللي لونها أزرق.
I always run in my comfortable نقط. أنا بجري دائما تبقى sneakers في الحذاء المريح. I always أنا دائما wear a نقط in winter بلبس إيه في الشتاء؟ كوت بالطو. I bought a new نقط to wear around my neck اشتريت إيه جديد عشان ألبسه حوالين رقبتي؟ necklace يعني عقد. It's cold in the evenings يعني الجو بارد في أوقات المساء. You should take your لازم تاخد إيه؟ sweater السويتر بتاعك. Page 104 صفحة 104. Listen استمع read اقرأ and role play وتبادل الأدوار. What are mom and Aser doing؟ ماذا تفعل الأم وآسر؟ مام وآسر. مام بتقول آسر يا آسر we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow محتاجين نجهز شنطنا شنط السفر لأجازتنا بكرة. قال لها it's so exciting شيق جدا ممتع جدا I can't wait لا استطيع ان انتظر to go to الفيوم ان انا اروح للفيوم to see uncle حاتم ان انا اشوف عمي حاتم and aunt ملك وعمتي ملك and of course وبالطبع فارس and لينا. قالت له I know انا عارفه I am excited انا متحمسه to see them ان انا هشوفهم to ايضا we haven't seen them احنا ما شفناهمش for ages لاوقات but come on بس تعالى we need to pack محتاجين نجهز شنطنا. Okay, I need to pack my green t-shirt. محتاج أحط التيشيرت الأخضر بتاعي. And my swimming shorts. وشورت السباحة. Because they have a lovely pool. لأن عندهم حمام سباحة جميل. Don't they? أليس كذلك؟ قلت له yes. And remember your sunglasses. وتذكر نظارة الشمس بتاعك بتاعتك. It will be very sunny. الجو هيبقى مشمس جدا. قال له will I need a coat and a scarf? هل هحتاج بالطو ووشاح؟ أو كوفية يعني. Page 105 صفحة 105 قلت له no آسر لا إيه آسر you won't مش هتحتاج but you should pack a sweater لازم تحط السويتر بتاعك it can be cool in the evenings ممكن الجو هيبقى بارد في أوقات المساء. Okay تمام حسنا I'll pack my blue sweater أنا هحط قميصي الصوفي الأزرق that's my favorite ده المفضل ليا. You will need your sneakers. هتحتاج الحذاء الرياضي. Because we'll be walking around a lot. عشان هنتمشى كثيرا. هنتمشى كثيرا. And you need. وانت محتاج to wear something. ان انت ترتدي شيء comfortable. مريح. On your feet. في قدميك. محتاج تلبس شيء مريح في قدميك. What about my best جلابية؟ ماذا عن افضل جلابية لدي؟ Will I need the one that grandma gave me؟ هل احتاج اللي عطهاني جدتي؟ قلت له no you won't لا مش هتحتاجها but I will take my gold necklace بس انا هاخد بقى العقد الذهبي الخاص بيا. Okay حسنا what else do I need ماذا ايضا هحتاج oh I know انا عارف my pajamas بيجامتي I'll take the ones with the stripes هاخد البيجامة المخططة they're really cool هي حقا رائعة. Important sentences جمل مهمة الجمل دي بتساعدني في كتابة الباراجراف المفروض تتحفظ. آسر and his mom آسر وأمه are packing their suitcases بيجهزوا شنطهم for a holiday لقضاء أجازة to الفيوم tomorrow للفيوم بكرة. آسر is packing his sunglasses بيجهز أو بيحط نظارة الشمس because it will be very sunny هيبقى الجو مشمس جدا. آسر is packing a sweater هو بيحط السويتر because it can be cool in the evenings الجو احتمال يكون بارد في أوقات المساء. آسر is packing his sneakers بيحط برضه أو بيجهز الحذاء الرياضي because he will be walking around a lot هيبقى فيه مشي كثيرا. Mom is packing her gold necklace الأم بتحزم أو بتحط عقدها الذهبي. Page 106 صفحة 106 يوسف went to the shopping mall. ذهب يوسف إلى مركز التسوق. He bought some striped pajamas. اشترى إيه؟ بعض البيجامات المخططة. أهو. نسمة went to the park. راحت للحديقة. She took a spotted umbrella. خدت الشمسية المنقطة. أميرة went to school. ذهبت إلى المدرسة. She wore her striped uniform. لبست الزي الموحد المخطط. وائل بلايد انزلين لعب وائل في المطر. He wore a coat and spotted scarf. لبس بلطو وكوفية منقطة. نقاط لغوية language functions to express necessity عشان أعبر عن الضرورة. بقول need to أو needs to والمصدر. طب need to مع إيه؟ مع I with you. I with you أو أي اسم جمع need. طيب معي وشو إت أو أي اسم مفرد بحط نيد تو والمصدر. We need to pack our suitcases need to والمصدر.
he needs to pack his sweater. هو محتاج ان هو يجهز السويتر او ياخده معاه. To give advice عشان ندي النصيحة بنحط should والمصدر. You should pack a sweater. يعني انت ينبغي عليك ان انت تحط ايه السويتر بتاعك. Find out اكتشف. Peters اللي قال come from a living sea creature. بتيجي من كائن بحري حي. Called the oyster. اسمه الاويستر المحار. There two general types of beers. في نوعين من اللي قال natural طبيعي and man made ومن صنع الانسان. Page 107 صفحة 107 وتدريبات على الدرس الأول. السؤال الأول listen and circle. استمع وضع دائرة. Correct answer. حول الإجابة الصحيحة. From A, B, C or D. من الأربع اختيارات نسمع ونختار. My name is Mariam. Tomorrow I will travel to الفيوم. I need to pack my suitcase. I need to pack my green t-shirt. And my black pants. My sister Suha needs to pack her sunglasses because it will be very sunny. She will pack a sweater because it can be cool in the evenings. السؤال الثاني اختياري. I wear my swimming هتبقى shorts بلبس شورت السباحة in the pool في حمام السباحة. I walk around a lot بمشي كثيرا. I need my comfortable sneakers محتاج الحذاء الرياضي. When you go on holiday لما تروح في الأجازة remember to pack your suitcases. لازم تتذكر ان انت تجهز شنطك. It's very sunny. الجو مشمس. I need my sunglasses. محتاج نظارات الشمس. When it rains. لما الجو بيشتي. I take my umbrella. باخد الشمسية بتاعتي. I wear a coat because it's hot. بلبس ايه عشان الجو حار؟ بلبس شيرت قميص عشان الجو حار. السؤال التالت اكمل القطعة. I am سهى. انا سهى. I am going to travel to Alexandria. أنا سوف أسافر لإسكندرية. For a holiday لقضاء الأجازة. With my family. مع عائلتي next week الأسبوع اللي جاي. We are very not. We are very excited. إحنا متحمسين. We need to not our suitcases. We need to pack. محتاجين نجهز. شنطنا. شنط السفر. My brother. هاني. أخي هاني. Need to pack his swimming shorts. بيجهز أو هياخد شورت السباحة. To swim in the sea. عشان يعوم في البحر. I will take my. أنا هاخد إيه. My sunglasses نظارة الشمس بتاعتي because it will be sunny عشان الجو هيبقى مشمس. It will be a nice holiday هتبقى أجازة رائعة. Page 108 صفحة 108. Read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. يوسف نسمة and وائل are friends أصدقاء. They are the same age هم نفس العمر. They will visit الفيوم next Friday هيزوروا الفيوم الجمعة القادمة. They are very excited هم متحمسين. هيقول لي معنى كلمة excited أو عكسها فهنركز فيها. To go there إن هم هيذهبوا هناك. They need to pack their suitcases محتاجين يجهزوا الشنط. For the holiday للأجازة. يوسف will need his sneakers. يوسف سوف يحتاج الحذاء الرياضي because they will walk around a lot لأنهم هيمشوا كثيرا. And he needs to wear something comfortable هو يحتاج يرتدي شيء مريح. On his feet في قدميه. نسمة will pack her sunglasses. نسمة هتجهز او هتاخد معاها نظارة الشمس because it will be very sunny there لان الجو هيبقى مشمس هناك. وائل will pack his swimming shorts. وائل هياخد معاه شورت السباحة because he wants to go swimming there لانه سيسبح هناك. choose اختار. the underlined word exciting means هنا exciting متحمس تبقى happy سعيد. it will be sunny الجو هيبقى مشمس. in الفيوم في الفيوم. so نسمة will back here هتاخد معايا sunglasses نظارة الشمس. answer اجب. when will the friends visit الفيوم امتى هيزور الفيوم هتبقى next Friday الجمعة القادمة. next Friday. why does يوسف want to pack his sneakers ليه يوسف هياخد معاه السنيكرز بتاعه الحذاء الرياضي because they will walk لان هما هيتمشوا around ألوت كثيرا. السؤال الخامس رتب. We need to pack our suitcases محتاجين نجهز شنطنا. I'll take أنا سوف أخذ the pajamas with the stripes البيجامة اللي هي المخططة. You should pack your comfortable sneakers انت لازم تاخد معاك الحذاء الرياضي المريح. will I need هل انا هحتاج a coat
and a scarf. السؤال السادس، علامات ترقيم I can't wait to go to Cairo tomorrow. الاي كابيتال في اي مكان في الجمله، وكده هي في اول الجمله. اسماء المدن كابيتال وفي النهايه فول ستوب، القاهره طبعا. I'll back، هنا في ابوستروفي، هنا الاي كابيتال خلاص، هنا كان اصلها I will، بقت I'll back my blue sweater، في النهايه فول ستوب عشان دي جمله. كده يبقى خلصنا الدرس الاول من يونت 3. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.